تحصد النزاعات العشائرية المسلحة في العراق وفي المحافظات الجنوبية على وجه الخصوص أرواح المئات سنويا. في محافظة البصرة يشكل السلاح المنفلت بيد العشائر والعصابات تحديا للأجهزة الأمنية، كما أن السلطات في المحافظة لم تتمكن من السيطرة على هذا السلاح أو وضع حد له، وهو ما يجعل البصرة أسيرة لنزاعات عشائرية تستعمل فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، تندلع دائما وبعضها يدوم ساعات ويودي بحياة عدد كبير من المواطنين. زرناه في منزله، تحدث لنا عن قلقه من تصاعد وتيرة المواجهات المسلحة بين العشائر. لم يخطر على ذهن الحاج أبو حكيم أن يفقد ابنه نتيجة صراع مسلح. أصيب بسكتة قلبية بعد سماعه خبر إصابة ابنه بطلق ناري تسبب به نزاع مسلح بين عشيرتين. طفل قاعد بالباب، اجت طلقة صابته من صدر اليمين الى ظهر من خلف، ودينا المستشفى، طلعوا طلقة مال بي كيسي، طرقت بالمستشفى التعليمي الى 3 أيام 4، طلع اثر اصابته، ابوه انصدم والرجل وتوفى. يتحدث شيوخ عشائر عن ضعف الأجهزة الأمنية وتعرض منتسبيها إلى تهديدات بالقتل والمحاسبات العشائرية من دون حماية من الدولة. والإنسان الموجود اليوم، العنصر بالجهة الأمنية الموجود بنفسه، ما يشعر عنده أكو حماية من القانون إليه، سواء كان القاضي أو سواء كان الإنسان المنتسب بالدولة. وهذه القضية تحتاج لها مؤسسات وتحتاج لها جهد كبير من الدولة. الصراعات العشائرية ليست وحدها المسؤولة عن وقوع الضحايا، فمع حلول الليل تتحول المنطقة الممتدة من جرمة علي حتى قضاء القرن شمالي البصرة إلى ما يشبه جبهة قتال. تجارة المخدرات والنزاعات المالية تقف وراء معظم الصراعات، ومع انتشار السلاح بشكل كبير يصير المشهد أشد خطورة. الشباب اللي ما عنده عمل ظل يلجأ إلى غير أمور، أمور غير شرعية، من ضمنها الحبوب والمخدرات وبعض الأمور. الأجهزة الأمنية تحاول ضبط الأمور من خلال حملات الدهم ومصادرة السلاح، لكن سهولة اقتنائه تزيد تعقيد مهمتها. تشتعل النزاعات العشائرية بين فترة وأخرى، أما أسباب حدوثها فتختلف كل مرة. ضعف الإجراءات الحكومية في التعامل مع هذه النزاعات لم يردع من استخدام السلاح، أما مساعي الصلح التي عادة ما يقوم بها شيوخ العشائر فهي وإن كانت تحد من تداعيات النزاع كل مرة، لكنها لا تجدي في القضاء على أسباب حدوثها. مازن الطيار، العربي، البصرة. ونرحب معنا من عمان بمستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية يحيى الكوبيسي. أهلا وسهلا بك معنا سيد يحيى. إذا ما فتحنا هذا الملف على مصراعيه تتسع الخلفية والزاوية، بمعنى أنه العشائر في العراق لطالما كانت مسلحة، لكن ما الذي اختلف اليوم أو خلال السنوات الماضية؟ يعني بداية مساء الخير إليك ولمشاهدي قناة العربي. يعني الذي اختلف هو ضعف الدولة. يعني السلاح كان موجودا دائما بيد العشائر، يعني على الأقل منذ القرن 19، يعني كانت العشائر العراقية بمجملها عشائر مسلحة. ومن يقرأ تاريخ القرن 19 سيجد يعني أنه كانت هناك مواجهات مستمرة بين هذه العشائر والسلطات العثمانية في حينها. ولكن يعني بعد مجيء الدولة العراقية في العام 1921 ثم لاحقا استطاعت الدولة أن تحكم سيطرتها وأن تفرض القانون على الجميع. يعني وبالتالي يعني لو عدنا على سبيل المثال إلى الثمانينيات، حتى لا أذهب أكثر من هذا، يعني في الثمانينيات الجميع في العراق كان مسلحا. يعني تعرفين فكرة عسكرة المجتمع كانت قائمة في فكر يعني السلطة حينها، ولا يوجد بيت في العراق يخلو من قطعة سلاح، يعني كل بيت فيه قطعتين وثلاثة وأربعة، ولكن لم يكن يجرؤ أحد لا من العشائر ولا من غيرها أن يرفع هذا السلاح بوجه الدولة أو أن يستخدم هذا السلاح في صراع. طيب سيد يحيى، نعم استمعنا في التقرير،
نعم، لو سمحت لي، استمعنا في التقرير إلى شيخ عشيرة يقول الجهات الأمنية لا تشعرنا بالأمان ولا نشعر بحماية القانون أو القضاة أو الأجهزة الأمنية. حدثنا اليوم على أرض الواقع، إذا ما تعرض أي مواطن في ميسان أو ثقار أو البصرة للتعدي أو للعنف، لمن يلجأ؟ لمن يشتكي لاسترجاع حقوقه؟ هل يوكل محام أم يتوجه إلى العشيرة وشيخها بالدرجة الأولى؟ ألم يثبت الواقع أن العدالة بين قوسين ومع كل التحفظ الذي تريده تمر بشكل أسرع عبر العشيرة؟ لا، هذا غير صحيح. يعني نحن نتحدث هنا عن ضعف الدولة، عن عدم قدرة الدولة، يعني الدولة والقانون أيضا. لا لا، بالضبط. عندما أتحدث عن الدولة أتحدث عن القانون ضمنا. يعني بالتالي عجز الدولة عن إنفاذ القانون، عجز الدولة عن أحكام سيطرتها، هو الذي يولد هذه المشكلة. يعني كما قلت لك، لم يكن أحد يذهب إلى يعني الحلول العشائرية عندما كانت الدولة قوية. وبالتالي يعني المشكلة هنا تتعلق بالدولة. يعني تستطيع الدولة إن أرادت أن تفرض سلطاتها بطرق مختلفة. الواحد من هذا بمنع ما يسمى بالقانون العشائري، أو الاثنين كما يسمى في العراق. بمعنى لو عندما يقوم شرطي على سبيل المثال أو مكلف رسمي بواجب أمام العشيرة، يجب أن تحميه الدولة، يجب أن تمنع الدولة العشائر من استخدام قانونها العشائري لفرض سلطتها على رجل القانون، أو فرض سلطتها أو يعني قانونها على من يقوم بواجبه. هذه إشكالية موجودة في العراق. يعني لا يستطيع الشرطي على سبيل المثال أن يقوم بواجبه، لأنه يخشى من أن يعني يخضع للقانون العشائري في ظل غياب الدولة. طب أكثر من ذلك سيد يحيى، يعني أصلا هذا ما قصدته عندما ذكرت لك ضعف ثقة المواطن بالدولة وبالقانون العراقيين، لكن الأمر لا يتوقف فقط عند أفراد الشرطة أو عند المواطنين. بلغ الأمر إلى حد أنه نواب في البرلمان يتوعدون بعضهم البعض على الهواء مباشرة، يعني نائبة تهدد نائب آخر بمقاضاته عشائريا، نائبة تطلق الرصاص الحي نائبة أخرى بحجة أنها نائبة عشائرية، وهلما جر. ألا يجب أن يبدأ الأمر بمساءلة هؤلاء النواب؟ يعني لا أحد يستطيع أن يساءل لا النائب ولا غير النائب بسبب ضعف الدولة كما قلت. يعني أعطيك مثال على يعني حتى تكون الأمور واضحة. لن يستطيع أحد أن يلجأ إلى القانون العشائري إذا ما فرضت الدولة قانونها، ولكن الدولة عاجزة عن فرض قانونها. بمعنى يعني القانون العشائري لم يعد إلى العراق إلا في التسعينيات، يعني بعد ضعف الدولة، ولكنه بعد 2003 استطاع أن يفرض نفسه على القانون نفسه. المشكلة هنا أن الطبقة السياسية هي التي تدافع عن القانون العشائري وتستخدمه لمصلحتها، وفي حين واجبها أن تدافع عن الدولة وأن تفرض القانون الدولة. وبالتالي المشكلة هنا مشكلة اجتماعية من جهة، مشكلة سياسية من جهة ثانية. لهذا لا أعتقد أن القضية تتعلق بثقة المواطن بالدولة. يعني القضية لا، هذا جانب من القضية يعني سيد يحيى، يعني هذا جانب من القضية المواطن. لا يمكن نكرانه، لأنه هذا مرتبط أساسا بالشق الاجتماعي الذي تتحدث عنه. يلجأ المواطن إلى شيخ العشيرة بدلا من لجوئه إلى القضاء، هذا جانب من الموضوع. على كل، نحن نتحدث عن العشائر والدولة، وفي الخلفية سيد يحيى مشكلة السلاح. كيف يدخل كل هذا السلاح إلى العراق ومن أين، ونحن نتحدث عن تجارة الأسلحة التي تمتد منذ سنوات طويلة؟ العشائر لا تمتلك فقط المسدسات والرشاشات، يعني ذهب الوصف إلى إمكانية ربما اقتحامها لمدن، تمتلك آليات ومدافع، كيف ذلك؟ يعني أولا فقط توضيح قضية الثقة بالدولة. يعني المواطن هنا ليس مخيرا بأن يثق بالدولة أو لا يثق بالدولة، هو يجب أن يحترم القانون، ولكن ضعف القانون، ضعف الدولة هو الذي يجعل المواطن يذهب إلى خيارات أخرى لأنها متاحة. لو قامت الدولة بتفعيل القانون ومنعت القانون العشائري، لن يستطيع أحد أن يجهل القانون العشائري. وبالتالي بالنهاية المشكلة ليست مشكلة المواطن وإنما مشكلة الدولة. فيما يتعلق بالسلاح، لدينا هنا أمرين. الأمر الأول هو قضية امتلاك هذه العشائر لأسلحة متوسطة وثقيلة، وهذا كان
يعني السبب الرئيسي هو ما جرى في العام 2003 عندما استطاعت يعني عندما سقطت الدولة بفعل الاحتلال، استطاع يعني المواطنون يعني السيطرة على أسلحة الجيش العراقي السابق و يعني استخدامها يعني وضعها في بيوتهم واستخدامها، وهناك سوق سوداء يعني للسلاح في العراق لا أحد يعني عجزت الدولة عن منعها. لكن الأخطر من هذا هو استخدام سلاح الدولة نفسها، سلاح في هذه يعني أقول المواجهات العشائرية دي، معنى الميليشيات الموجودة في العراق التي هي ميليشيات رسمية في النهاية تمثل الدولة في النهاية، غالبا ما يكون سلاحها الذي هو سلاح الدولة هو السلاح الرئيسي الذي يستخدم في هذه المواجهات العشائرية. وبالتالي أعتقد المشكلة أيضا تعود إلى الدولة ولا تعود إلى العشيرة أو تعود إلى المواطن. لا، لم يذكر أحد أن المشكلة تعود إلى المواطن في جميع الأحوال، يعني ليكن هذا واضحا. سيد يحيى، لو سمحت سؤال أخير وباختصار. عدة مقترحات وضعت على الطاولة، منها شراء سلاح العشائر أو ربما القيام بعمليات تفتيش لهذا السلاح واقتنائه عنوة. هل تعتقد أنه هذا ممكن أم أنه يجب الوصول إلى صيغة تفاهمية دبلوماسية مع هؤلاء العشائر؟ لا أعتقد أنه كلا الحلين يعني ممكنين، يعني لا يمكن للدولة جمع سلاح العشائر، لأن كما قلت الآن هناك اختلاط ما بين سلاح العشيرة وسلاح الميليشيات، وبالتالي لن تستطيع الدولة أن يعني تميز بين سلاح العشيرة يعني سلاح شخصي وسلاح الدولة المنتشر بين العشائر. هذا من جهة. من جهة ثانية أيضا فكرة شراء هذا السلاح يعني لا معنى لها، لأنه كما قلت هذه الفكرة طرحها مراقبون عراقيون. أعرف يعني هي مطروحة ولكنها غير عملية، يعني لا قيمة لها. الحل الوحيد هو أن تفرض الدولة سلطتها، وما دامت الدولة عاجزة عن فرض سلطتها لا إمكانية للحديث عن أي حلول. طيب، يعني هذا هو الواقع، ربما لا حلول كما تختم معنا. أشكرك جزيل الشكر من عمان، مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية يحيى الكبيسي.